السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي تلاميذ الصف الأول الإعدادي، هنكمل معاكم دروس التاريخ للترم الثاني. النهاردة بنتكلم على درس اسمه المواطنة حقوق واجبات. ربنا سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان منحه صفة تميزه عن غيره من الكائنات الحية. ايه بقى؟ ايه الصفة اللي بتميز الإنسان؟ واحد يقول لي احنا بنتكلم، احنا بنفكر. لا، الإنسان كائن اجتماعي، يعني بيعيش في مجتمع مع ناس تانية تربطه بغيره علاقات متنوعة. يعني أنا جنبي جيراني في الشارع، صحابي، معارفي. إذا هذه العلاقات المتنوعة يخضع بموجبها لنظام محدد من حقوق وواجبات. ليك حقوق، خدها يا عم. عليك واجبات لازم تحققها، لازم تشارك في المجتمع بتاعك. طب ازاي؟ عن طريق تحمل المسؤولية نحو نفسك ونحو مجتمعك. يعني انت في حقوقك في بيتك بتطالب بحقوقك، لكن عليك واجبات تذاكر وتنجح وتتفوق. طب ايه بقى حقوقك نحو نفسك ونحو مجتمعك؟ اولا، من الحقوق اختيار من يحكمه، من حقك تختار من اللي يحكمك مين. المشاركة في شؤون مجتمعك. يبقى إذا من حقوق أي إنسان أن يختار من يحكمه وأن يشارك في شؤون مجتمعه. طيب بنقول هو الحقوق دي مسؤوليات وفي واجبات. طيب تعال نشوف كده من الشكل اللي جاي ده إيه هي حقوق واجبات. أولا الحقوق يقول لي تشكل ركن أساسي في بناء شخصية الإنسان. جزء أساسي من بناء شخصية أي إنسان هي إنك تعرف حقوقك، لأن الفرد لو حصل على حقوقه كاملة وتوفرت ليه كل الضمانات للحفاظ على حقوقه من جانب الحكومة بتاعته والمؤسسات الأخرى اللي بتحافظ على حقوق الإنسان، يعني إن الفرد ده هيكون أقدر على حياة كريمة، إن هو يعيش حياة كريمة في إطار اجتماعي مناسب. طب تعالى نشوف ايه اهم الحقوق اللي بيتمتع بيها الانسان. حقوق الانسان انا عندي 4 حاجات: سياسية، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، ودينية. ناخد واحدة واحدة. حقوق سياسية يقصد بها الحقوق اللي يتمتع بها المواطن على المستوى السياسي. يعني ايه المستوى السياسي؟ زي مثلا انت من حقوقك في السياسية في الوطن بتاعك او في المجتمع بتاعك انك انت تعبر عن رأيك، تشارك في المجالس النيابية، تختار من يحكمك، تعيش في سلام. دي كلها بقول عليها حقوق سياسية. طيب امال ايه الحقوق الاجتماعية بقى؟ الحقوق اللي بتمتع بيها المواطن على المستوى الاجتماعي، زي حق الانتقال، ان انت تنتقل من مكان لاخر، ان يبقى ليك مسكن لائق او ملائم، تاخد الرعاية الصحية ليك، العلاج يعني علاج عن طريق الدولة، التعليم عن طريق الدولة، لك حق في التعليم، لك حق في الرعاية الاجتماعية، المساواة بينك وبين افراد المجتمع ومفيش تمييز بينك وبين اي فرد تاني، الملبس المناسب. كل دي بقول عليها حقوق اجتماعية. يعني المسكن والملبس والرعاية الصحية والتعليم، دي كلها حقوق اجتماعية. طب هو في حقوق اقتصادية؟ اه، في حقوق اقتصادية اللي هي الحقوق اللي بيتمتع بيها المواطن في المجال الاقتصادي، زي حقك انك انت تعمل عمل مناسب ليك، يبقى ليك مستوى معيشة مناسب، ليك كسب مشروع، ليك مصدر دخل، يعني في الدولة بتعمل لك تنمية شاملة، يبقى دي حقوق اقتصادية. يعني حق العمل حق اقتصادي، العمل ومستوى معيشة مناسب والكسب المشروع. طب في حقوق كمان، حقوق ثقافية ودينية. يعني ايه حقوق ثقافية ودينية؟ حق المواطن بقى في التعبير عن معتقده، انت تعتقد اللي انت تراه، يعني تعبد ما تراه، حرية العبادة، كمان ممارسة الشعائر الدينية، كمان التفكير، حرية التفكير، حرية إبداء الرأي، حرية الحصول على المعلومات. دي كلها حقوق ثقافية ودينية. يبقى يقصد بها الحقوق الثقافية
حرية التفكير والحصول على المعلومات. الحقوق الدينية حرية المعتقد، تختار دينك، محدش بيجبرك على دينك، ممارسة الشعائر الدينية بحرية. دي كلها بقول عليها حقوق ثقافية ودينية. ايه المقصود بقى بكلمة الحقوق؟ الحقوق هي مجموعة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية اللي يتمتع بها الإنسان بين أفراد المجتمع. ده تعريف كلمة ايه الحقوق. تعال نبص على الواجبات. مقصود بكلمة واجبات ايه؟ المسؤوليات اللي يجب على المواطن الالتزام بها تجاه مجتمعه وتجاه وطنه كمان. يعني ايه المسؤوليات دي بقى؟ يعني انا عليا مسؤوليات تجاه وطني وتجاه مجتمعي. ان انت تعتز بانتمائك لوطنك، تدافع عن قضايا الوطن بتاعتك. يعني ايه؟ يعني ما تسمحش لحد يهين وطنك، دي حاجة وطنية كده، اعتز بانتمائك زي ما بتعتز بانتمائك لأسرتك، زي ما بتعتز بانتمائك لمدرستك. المشاركة في حل مشكلات المجتمع، تشارك مع المجتمع في حل المشكلات. كمان إنجاز الأعمال بالتقان. يعني إيه؟ لما تكلف بعمل تعمله بالتقان، فدي كلها واجبات. عدم الإخلال بالنظام. يعني إيه إخلال؟ يعني ما تخرجش عن النظام، ما تبقاش راكب عربية وكسر إشارات المرور ولا همك حد في الشارع. الآداب العامة. الآداب العامة دي الآداب بقى بتاعتك، أدبك أنت، أدبك داخل فصلك، أدبك في مدرستك، أدبك في شارعك، أدبك في التعامل مع الناس، أدبك في التعامل مع الكبير مع الصغير. الآداب العامة اللي أنت اتعلمت عليها، دي كلها واجبات عليك. الوعي ببعض المشكلات الاجتماعية اللي احنا بنعيشها، وعندنا مشكلات اجتماعية كتير في المجتمع المصري، مشكلات كتير. أنت تبقى عارف المشكلات دي وعارف ممكن تفكر في طرق حلها وتقترح حلول، ده الواجبات بتاعتك. بعد ما عرفنا الحقوق اللي يجب ان يتمتع بها المواطن المصري، احنا خلاص عرفنا بقى الحقوق والواجبات. تعال نعرف ايه المقصود بكلمة مواطنة، ودي مهمة جدا. ما المقصود بالمواطنة؟ صفة المواطن الذي يتمتع بالحقوق ويلتزم بالواجبات. يعني المواطن واخد كل حقوقه، يتمتع بحقوقه وبيلتزم بكل الواجبات اللي عليه، اللي مفروضة عليه، بينتمي للوطن وبيشارك في حل المشكلات. اقول ده مواطن، مواطنة دي كلمة مواطنة. يبقى يعني ايه مواطنة؟ المواطن صفة المواطن يتمتع بالحقوق ويلتزم بالواجبات اللي يفرضها عليه انتماء الوطن. بكده نكون خلصنا الدرس، اتمنى تكونوا استفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.